الأعمال التجارية الإلكترونية من إعداد المحور الإنساني العالمي للتنمية والأبحاث. أهلا بكم في عوالم المحور الإنساني العالمي للتنمية والأبحاث. هذه العوالم المذهلة والمدهشة في وقت واحد. الأعمال التجارية الإلكترونية هي مجال واسع يشمل العديد من الموضوعات الرئيسية التي يمكن الحديث عنها، وفيما يلي بعض الموضوعات الرئيسية التي يمكن أن تناقش في سياق الأعمال التجارية الإلكترونية. 1. النماذج التجارية الإلكترونية. يشمل هذا الموضوع الحديث عن أنواع مختلفة من النماذج التجارية الإلكترونية، مثل التجارة الإلكترونية بالتجزئة، التسوق عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية الجماعية مثل المزادات عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية بين الأعمال B2B. 2. إنشاء وإدارة متاجر الكترونية. يتناول هذا الموضوع عملية إنشاء وتصميم متاجر الكترونية وكيفية إدارتها بفعالية، بما في ذلك النشاطات المتعلقة بإدارة المخزون وتحسين تجربة المستخدم وتحليل البيانات وخدمة العملاء. 3. التسويق الإلكتروني. يتناول هذا الموضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني والإعلانات المدفوعة والتسويق بالمحتوى وأدوات التحليل للترويج للمنتجات والخدمات الإلكترونية. 4. الدفع الإلكتروني والأمان. يركز هذا الموضوع على وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة وسلامتها. في الأعمال التجارية الإلكترونية يتعين توفير وسائل دفع آمنة وموثوقة للعملاء عبر الإنترنت. يتضمن ذلك استخدام بوابات الدفع الإلكتروني مثل PayPal وStripe ومحافظ رقمية مثل Apple Pay وGoogle Pay. يهدف هذا الموضوع أيضاً إلى التحدث عن تأمين المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية للعملاء من الاختراقات والاحتيال. يشمل ذلك تطبيق إجراءات الأمان مثل تشفير البيانات واستخدام شهادات الأمان SSL وتقنيات التحقق الثنائي. 5. تجربة العملاء وخدمة العملاء. يركز هذا الموضوع على تحسين تجربة المستخدم في مواقع الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة وتوفير خدمة عملاء متميزة من خلال الدردشة الحية ونظام التذاكر وقنوات التواصل الأخرى. 6. التحليلات والبيانات. يشمل هذا الموضوع استخدام أدوات التحليل لفهم سلوك المستخدمين وتحليل البيانات الضخمة لتحقيق تحسينات في العمليات التجارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. 7. التوسع العالمي والتجارة العابرة للحدود. يناقش هذا الموضوع التحديات والفرص المتعلقة بالتوسع في الأسواق العالمية وتجارة المنتجات والخدمات عبر الحدود. 8. اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد. يتناول هذا الموضوع إدارة عمليات الشحن والتوزيع والتخزين والإمداد في سياق الأعمال التجارية الإلكترونية. 9. التشريعات والقوانين. يشمل هذا الموضوع النقاش حول التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية مثل حماية المستهلك والخصوصية والبيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية. ما هي الأعمال التجارية الإلكترونية؟ يعرف مصطلح الأعمال التجارية الإلكترونية
في اللغة الإنجليزية باء إي كوميرس، وهو اختصار لعبارة إلكترونيك كوميرس. يشير إلى عمليات الشراء والبيع والتسويق للسلع والخدمات عبر الإنترنت باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية مثل الإنترنت والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني. في الأعمال التجارية الإلكترونية يتم إجراء المعاملات التجارية بواسطة المستهلكين والشركات عبر الإنترنت، وتشمل الأنشطة الرئيسية البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسوق الإلكتروني، والتسويق الرقمي، والدفع الإلكتروني، وتوصيل البضائع، وخدمة العملاء عبر الإنترنت، وغيرها من العمليات ذات الصلة. وتتنوع أشكال الأعمال التجارية الإلكترونية بين المتاجر الإلكترونية الكبيرة والمنصات التجارية الصغيرة، وكذلك بين العمليات التجارية بين الأعمال والمستهلكين B2C، وبين الأعمال والأعمال B2B، وغيرها من النماذج التجارية الإلكترونية المختلفة. الأعمال التجارية الإلكترونية هي عمليات الشراء والبيع التي تتم عبر الإنترنت، وتشمل هذه الأعمال جميع الأنشطة التجارية التي تتعامل مع المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، سواء كانت تجارية أو استهلاكية. وتشمل الأعمال التجارية الإلكترونية العديد من النماذج والأشكال، بما في ذلك 1- متاجر التجزئة عبر الإنترنت. تشمل المتاجر التجارية التقليدية التي تبيع المنتجات مثل الملابس والإلكترونيات والأدوات والمجوهرات، إلا أنها تعمل عبر الإنترنت بدلاً من المواقع الجغرافية الفعلية. 2- الخدمات الاستهلاكية عبر الإنترنت. تشمل الخدمات التي يمكن شراؤها أو الاشتراك فيها عبر الإنترنت مثل الحجوزات الفندقية وحجز تذاكر السفر والتسوق عبر الإنترنت. 3- المنصات والسوق الإلكترونية. توفر هذه الأنظمة المنصات الرقمية لبيع المنتجات والخدمات للبائعين المختلفين، وهي تسمح للأفراد والشركات بإنشاء متاجرهم الإلكترونية وبيع منتجاتهم. 4- العمليات التجارية بين الشركات B2B. تتمثل هذه العمليات في التجارة الإلكترونية بين الشركات، حيث يتم شراء وبيع المنتجات والخدمات بين الشركات عبر الإنترنت. قد يتضمن ذلك عمليات الشراء الجماعي والتوريد والتوزيع. 5- التسوق الاجتماعي. يشير إلى الأنشطة التجارية التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من المنشور أو الإعلانات التجارية على منصات التواصل الاجتماعي. 6- الخدمات المالية عبر الإنترنت. 7- العمليات التجارية الإلكترونية الحكومية. لفكرة شاملة عن موضوع الدورة، وحتى تتمكنوا من الإجابة عن أسئلتها بدقة، نشرنا لكم بحثا كاملا في إحدى مجلات أبحاث المعرفة الإنسانية الجديدة، وهي مجلات علمية عالمية محكمة. ما عليكم سوى الذهاب إلى صندوق الوصف هنا أسفل الفيديو، وسوف تجدون رابطا يرسلكم إلى البحث مباشرة. وإذا كنت تجد في نفسك المقدرة على الإجابة عن أسئلة الدورة، بإمكانك أن تفعل ذلك مباشرة الآن. لا تنسوا الاشتراك بالقناة مع تحيات المحور لنساني.